نختم مشاهدينا الكرام من ولاية وهران التي احتضنت البطولة الوطنية للقفز على الحواجز بمركز فروسية وبمشاركة 250 متسابقا من مختلف الفئات يمثلون الأندية الوطنية، وهذا تحضيرا لبطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. وكانت هذه الدورة فرصة للرياضيين من أجل الاحتكاك بما بالمستوى العالي. والتغطية لياسر رشي. كانت شويه صعيبه بزاف شي شويه، كان كاين الكبار اللي عندهم بزاف ليكسبيريونس عليا، واللي قدرنا زعما نديرو كونكورونهم ان شاء الله. ان شاء الله ما اكثر. حصلت على المرتبه الثانيه اليوم في مترو 30 ستا غون بري، ابخي مازال باقي لنا غون بري دروك ان 40 ستا ان جون كافالي، مي الحمد لله انا في مستوى وان شاء الله انا نحضروا في العاب البحر المتوسط. الفريق الوطني راح يدير تحضيرات في وهران وفي قسمطينة وفي بليده. احنا دركاتيك عندنا يعني 10 فرسان رانا شادينهم باش نديروا بهم، خاطر لازمنا غير 5 عند لي جو ميديترانية. احنا دركا راه عندنا 10. Aujourd'hui nous avons la possibilité d'accueillir pas moins de 210 cavaliers avec leurs chevaux, et comme vous voyez, le terrain est approprié, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux cavaliers de s'exprimer. رانا في المنافسة تاع يوم الثالث يعني من قفزة الحواجز الدولية ووطنية. الدولية كانت يوم الخميس، وهي كانت منافسة تاع الكأس العالمية، سيتي كيما نقولوا حنايا كأس الاتحاد العالمي. نفسو فيها الفرسان تاعنا وين يكون لي ريزولطا ان شاء الله نبعثوهم لافي، وان شاء الله يكون عندنا واحد كاليفي ان شاء الله.